كنا بنعرف قصه التشرد اللي عم تصير بالبلد. بصراحه هي القصه الى حدين، الناس بيشوفوهم انه هن محتاجين مساعده، وناس بتشوف انه قصه تحولت لتجاره. وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في عندها مكتب اسمه مكافحه التشرد. وظيفته هذا المكتب انه هن يضبط حالات التسول ويعالجها يعيد تاهيلها. هلا رح نكون بهي الجوله لحتى نشوف زلوا معنا شو هاي من الاطفال العشرة اللي ابوهم عم بيشغلهم بالشحاده. يعني هن ممكن تحكي لنا شو عند ابوه عم بيشحاد؟ ها عند السياره. عند الاطفال العشرة اللي ابوهم عم بيشغلهم بالشحاده. ايه والله صح. هيك لحالي انا عم بشتغل. فكرني قديش بتطلع علي؟ ما بعرف عليك. ها لما يتحق السندويشة عم باكله اجت كمشتني. ليش؟ هي الطفلة بنت لأب وأم عندهم 10 أولاد. هالعشر أولاد على طول أبوهم ناشرون بالإشارات بالشوارع لشحادة. في أخت هلا موجودة عنا بمعهد الرعاية، وهي أخت الثانية هلا كمان يعني أطنها عم تشحن. في والد عنده 10 بنات، 10 بنات صغار عم بيشغلون بالشحادة. طب أنا قديش كل يوم بياخد منهم؟ هلا حسب والله ما بيطالعوا، حسب ما بيحكوا البنات، مرة 3 مرة 5 مرة 10 مرة 15. وعنده هو 5000 10000 يوميا. هذا الحكي حسب أقوال البنات طبعا. عنده جايب الأب كمان موتور على الكهرباء إذا بدك، بيفتل عليهم للبنات وبياخد منهم وبيخليهم بالشارع. وهلا عم بيشغلهم بالليل يعني كمان 24 ساعة. وهي أحد الحالات. أول مرة لا هي يمكن فيني أقول لك للمرة العشرة والـ11 والـ12 مرة يعني ممسوكين. في كذا ضبوطة شرطة بحقهم للبنات. طيب السؤال، هلا البنت انتوا بتاخذوها وين تروح فيها؟ هلا نحن بنعمل لها ضبط وبنحطها ايداع بمركز الرعاية تبعنا، بس نحن عندك القانون انه انا ما فيني احط البنت اذا ما فيها مثلا ايداع من المحامي العام او فيها ضبط اني انا احطها عندي مركز الرعاية. هلا بالنسبة لهي العائلة خاطبنا فيها نحن وزارة الداخلية، لانه صار الموضوع هلا اسمه هون اتجار بالاشخاص. نعم يعني هو اب عنده 10 اولاد بصراحة. نعم موضوع يعني هي الطفلة اخر شيء بتروح على مركز تأهيل. هلا بتروح على مركز التأهيل. وهلا بالنسبة لهدول الأطفال بالذات نحن حنحاول نحطهم بالمراكز الرعاية عنا، وما عاد يطلعوا بقى يتسلموا لأهاليهم. هذا بالتنسيق لأنهم عم يستغلوهم بطريقة. طبعا هذا استغلال وتشغيل لهم للأطفال. طيب آنسف خلينا نكمل هي الجولة. رصد أحد حالات التسول. آدم وحواء هدول توم. يعني صار بصراحة يا جماعة صار في علاقة بين مكتب مكافحة التسول وبين المتسولين، لأنه هي الحالات عم تتكرر دائما، حتى صار يعرفوهم بالاسم وهن وين موجودين. وهون المشكلة عندما يستغل الأب والأم والعائلة أطفالهم لحتى يتاجروا فيهم، هيك بتكون النتيجة. يعني اليوم نحن وصلنا لأي مرحلة من التشرد من الإنسانية؟ نحن نتاجر بأولادنا مشان نعمل مصاري. يعني أنا ما بعرف شعور الأبون وأمهم اللي عم يعملوا هيك بأولادهم. يعني ما بعرف، ما فيني أعبر ولا فيني أحكي عن هذا. شوفون دائما هون انت ساكن بالحي؟ انا ليكو محلي يا عمي، قال هون هن مهجرين وما عايزين البرد وراسهم على البلاط. بشوفيهم دائما هون؟ دائما بشوفهم هون. هديك المره عم بحكي عم قلها شيلي راسه على البلاط، بس قلي الدوله شايفتنا. عمو انت شو اسمك؟ محمد. شو عم تساعد؟ ده صار لك هون قاعد انت؟ هون صار 10 دقائق. 10 دقائق؟ هيك. يعني بس احكي لي انت وين اهلك؟ وين اولادك؟ وين عيلتك؟ بدف الشوك. دف الشوك. وليش انت قاعد هون؟ عمر تهدر واجن. وليش هيك حالتك؟ وليش هيك؟ وين عيلتك؟ وين اولادك؟ ما معك رقم تليفون نحكي معهم؟ لا والله. اسف. اذا شوف تفضلي حضرتك، هون لقينا هذا الشاب هون، العم الكبير بالعمر، هذا عرصيف حالته وفاقد الوعي، ما بعرف شو مش. هلا بصراحة نحن بناخذه للمركز للرعاية، بيدرسوا وضعه هن، بيشوفوا شو سبب انه هو عم يشحد، موجود حدا من اهله ماله موجود، إذا ما موجود بيبقى بمركز عنا برعاية وبتقدم له الخدمة اللازمة، أما إذا موجود وحدا عم يشغله كمان في إجراءات قانونية لهي القصة. أول مرة بتشوفوه هون؟ أول مرة. طيب يعني هذا مو بالعادة بيقعد؟ لا مو بالعادة بيقعد هون، لأول مرة. يعني شفناه. في معروفين اللي بيقعدوا. هذا العم مشرد ما عنده بيت، عم ينام بالشارع أو بالقهوة أحيانا. بطعم متسول ولا شو؟ ايه انا عمو مرحبا، انا جامي بن عبد الناس، يا اللي شحات ولا نصاب. انا جامي بمسح السيارات ومروح على القهوه بعد بالقهوه، بيت تبعي بالمخيم قصيفه، راح اجى واحد اخذ الله شكيته لله. شو هي الحاله؟ شو كيف حتعاملوا معه؟ هي بناخذه بنعالجه بالمركز نحن بجرم تشرد، نعمل له ايواء عنا واكل وشرب ولباس.
نعرفه. تمام. احنا هاي الحاله وجوده عنا افضل ما يكون موجود بالشارع. عمو انا بقول الصراحه نحن عم نجي ونشحن، نحن عم نجي ونشحن ناكل خارجيه. كم واحد انتو؟ نحن هلا ثلاثه. ثلاثه عم تشتغلوا، مين عم يشغلكم؟ اخوي. ها؟ مين عم يشغلكم؟ اخوي، اخوها الكبيره. اخوك الكبير عم يشغلكم؟ لا مو اخوها اللي هرب. اخوها اللي هربت عم يشغلكم؟ قد بياخذكم كل يوم؟ بيعطينا 1000 ليره بياخذ الباقي كله. لا لا كل يوم بيجي بيوقف هون وبينزلهم هون. كم واحد هن بيكون؟ شيء 4-5 هن هذول. تمام، شبك 4-5 بينزلهم هون لحتى يشحدوا. انت بيجي بياخذهم؟ والله مرات بيضلوا للمساء، مرات بيضلوا يعني ما لهم وقت محدد، مرات بجيبهم الصبح، مرات بجيبهم الظهر، ما لهم وقت محدد. كم حالة تسول عم تضبطوها انتم شهرياً؟ الشهر الماضي معدل 130 حالة، وهلا كل الموقوفين موجودين بالدار لحد الآن. طيب انتم قديش تقريباً متوسط المبالغ عم ترعوها باليوم المتسولين؟ حسب، في منهم المتسولين ممتهنين يعني المهنة ومتقنين عن جد، بتوصل المبالغ اللي معهم لمبلغ 10,000 و15,000 ليرة. 15,000 ليرة يومياً؟ ايه ممكن. يعني 500 يعني نص مليون ليرة شهرياً. نعم، في منهم أنا ضابط كثير مبالغ حالات إنه بيطلع معه 15,000 20,000 إنتاج يوم واحد. هاد. طيب انت عم يعني مره ضبطت مع واحد معه 20,000 ليره بانتاج يوم واحد، هذا يعني هذا ضربهم ب 30 يوم، هو عم طلع تقريبا 600,000 ليره سوري. طيب واحد اكثر شيء مبلغ لقطه مع شخص كان عم يسوي؟ لا المبلغ هلا في منهم انا باحدى الجولات ضابط متشرد بحديقه الارمني معه مبلغ 130,000 ليره. يعني انت حضرتك اليوم كمواطن عم تشوفي متسولين، في منهم عم ينتهنوا هي القصه امتهان. ايه بعرف، بس مو هو والله. مو هو بعتقد هو، لانه انا بتطلع بشكل زلمه كبير ختيار شو بده يشتغل، شباب معك لاقي شغل هلا بقى شو راح اعطيه. مثل ما عم نشوف احنا حالات التسول ايام اذا حكيناهم او سالناهم يمكن لا عندنا سؤال ولا عندنا جواب، يمكن هن بوعيهم او هن ما بوعيهم. مثل ما شفنا المراه قالت لي اذا شباب ما عم يلاقوا شغل الختاري حيلاقوا شغل.